المهندس شريف الزيني صاحب معمل تفريخ للدواجن البلدي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا هنا فين بالنسبه للمعمل بقى؟ كم عندنا معمل؟ اشرح لنا بقى. احنا عندنا ماكينات تفريغ كتاكيت بلدي فيومي، بنشتغل في البيض البلدي. البيض بيجي من المزارع، تمام، بيدخل عندنا هنا المعمل، طبعا بيتطهر قبل ما يدخل، وبنبدا ندخله ونرصه في الترولات الخاصه بيه، بنبدا بعد كده ندخله مكان التفريغ. تمام. فبيقعد دورته في مكان التفريغ 18 يوم. بعد ال 18 يوم بننقله حاجه اسمها الهاتش. في خلال 3 ايام بيكون البيض ده خارج مخرج وطالع كتاكيت. يبقى دوره الانتاج كلها بتاعته 21 يوم. تمام. احنا بنشتري البيضه منين بقى؟ بنشتري من مزارع دواجن بلدي برضو فيومي، امهات. دلوقتي بنسعر على اساس ايه بقى؟ يعني كل واحد النهارده في السوق بيقول لك سعر الكتكوت كذا، سعر الكتكوت كذا، احنا بنسعر بناء عليه بالنسبه للكتكوت البلدي. والله يا فندم احنا بنسعر بناء على سعر البورصه اللي هي بتاعه بنها. في بورصه بتطلع حضرتك من بنها، احنا بنسعر عليها. بين الفيوم هنا بتزيد عن بنها حوالي من جنيه ل 2 جنيه في الكتكوت، على حسب الطلب والعرض. تمام. احنا بنتعامل مع مين بقى؟ احنا بنتعامل يا فندم مع مزارع الدواجن اللي هي بتربي تسمين، وبنتعامل مع الصغار المربين خالص اللي هي حضرتك البيوت بقى، اللي عاوز 100 كتكوت، 200 كتكوت، 300 كتكوت، وهكذا. يعني اللي عايز بقى 100 كتكوت ولا 50 كتكوت بتخفض للسعر بقى. طبعا دول بيبقوا لهم اسعار تانية، يعني غير المزارع الدواجن، غير مزارع التسمين يعني. تمام. احنا عندنا مزارعنا صح الدواجن. تمام مظبوط. احنا بناخد منها ايه بقى؟ بناخد من المعمل الدفعات اللي بتدخل في المزارع عندنا. تمام. كلها بتبقى طالعه من معمل التفريغ. طب الكتاكيت دي اول ما بتطلع لها تعامل خاص، بنتعامل معاها ازاي بقى؟ حضرتك هي ما بتقعدش عندنا، هي 3 ايام مدة التفقيس بتاعتها في المفقس، وبعد كده بنبدأ نعدها في اقفاص خاصة بالخروج، وبتبدأ تتحمل على العربيات وبتسافر أو بتمشي. تمام. في فترة كان المربيين بيعدموا الكتاكيت، أنت إيه رأيك في الكلام ده؟ والله يا فندم هو الحمد لله الكلام ده ما حصلش عندنا في البلدي، لكن هو حصل طبعا في الأبيض والحاجات دي كلها، إنما البلدي عندنا هنا إلى حد ما الحمد لله كانت الأمور ماشية، بس هي الناس بقت تبيع البيض بتاع التفريخ أكل، فما كانتش بتدخل في المعامل في الفترة دي، يعني كله بدأ يوقف. لكن الحمد لله ما وصلناش هنا في الفيوم لمرحله ان احنا نعدم الكتاكيت. الكتكوت التسمين النهارده في اقبال عليه اكتر من البلدي. طبعا الكتكوت التسمين دلوقتي بدا يشتغل لان الجو بدا يبقى صيف، فمع ارتفاع درجه الحراره احنا عندنا الناس كلها بتبدا تطلب الحاجات دي، لان الناس دي كلها بتبقى تربيه منزليه، بيبقى فوق السطوح، فطبعا مع البرد او الشتاء طبعا الناس بتخاف تاخد. حاليا بدات الناس تطلب وتشتغل. الانتاج بتاعنا اليوم قد ايه بقى؟ والله حضرتك احنا مثلا انتاج يومي حوالي من 10,000 كتكوت. 10,000 كتكوت. العماله اللي عندك، الطبيب، العماله اللي عندك، كلمنا على العماله اللي عندك. العماله طبعا تكون متدربه صح؟ طبعا عماله متدربه، وفي نفس الوقت احنا عندنا المكن اوتوماتيك ديجيتال، فبنحتاجش برضو عماله كبيره قوي يعني. الفتره اللي جايه هنعمل مفرخ تسمين؟ لا، ما هو حضرتك انا عندي المفرخات. لا تسمين، انا تسمين بقى، تسمين دواجن بقى. توسيع. بالظبط بالظبط، تسمين ابيض تقصد حضرتك يعني. تسمين ابيض. تمام. لا ان شاء الله باذن الله، والله احنا يعني بس ربنا يسهل والسوق بس يبقى ماشي كويس، يعني احنا منتظرين بس السوق يبقى ماشي كويس ويتحسن، بعد كده ان شاء الله نبتدي في عمليه التوسيع ان شاء الله، ونعمل التسمين بقى ابيض ان شاء الله. تعاملك ازاي النهارده مع البنك الزراعي المصري لو انت حابب تتوسع في مفرخ معامل تفريخ؟ والله انا يا فندم كنت كلمتهم في الموضوع ده، وهم ما عندهمش اي مانع، وبالعكس ما فيش مشكله، وكلموني اكتر من مره على ان انا ان شاء الله ابتدي اجهز الاوراق واروح لهم ان شاء الله علشان يبدا يجهزوا لي معمل كمان بالنسبه للابيض التسمين يعني. تمام. احنا النهارده لما بنختار البيضه من مزرعه بيكون في لجنه بتروح تختار البيضه ولا بتعمل ايه؟ لا والله يا فندم احنا بنعتمد على العلاقات، يعني حضرتك انا هي بتبقى علاقات، معروفين ان هم الناس الكبار اللي شغالين في الموضوع ده في الفيوم، بتبقى المنتج من عندهم احنا شغالين فيه باستمرار، وهو بيبقى حد ثقه يعني، فبنشتري من عنده وبنبدا نفرغهم وندخله المعمل. بس حضرتك في حاجه اسمها اللياحه. اللياحه دي احنا ممكن بعد 10 ايام من دخول البيض بنبتدي نعرف مقدما النسب اللي طالعه عن طريق حاجه اسمها لياحه البيض، وده بيعمله متخصص عندي هنا في المعمل.